المستجدات بشأن حل الفصائل ومواقف القوى السياسية من شروط زعيم التيار الصدرية سيد مقتدى الصدر. ينضم معنا مباشرة الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجية سيد علي فضل الله. مساء الخير أستاذ علي، وأهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة عبر الرشيد. شروط وضعها السيد مقتدى الصدر للمشاركة في الحكومة المقبلة، ومنها حل الفصائل التي بدأ بتياره وأعلن عن حل لواء اليوم الموعود. أنتم كيف ترى هذا الموضوع؟ شكرا لهذه الاستضافة. أولا، من السابق لأوانه حقيقة للتيار الصدري ولكلام السيد مقتدى الصدر الذي أشار وكأنه فعلا التيار الصدري هو الكتلة الأكبر، مع العلم أن النتائج لم تحسم لحد الآن ولم تعقد الجلسة الأولى، وبالتالي هذا الموضوع الآن أعتقد هو موضوع عن فضفاض قد يكون لإطار التنسيق من خلال النتائج المتسربة هو نواة الكتلة الأكبر. هذا جانب. الجانب الآخر، كل المقترحات وكل الحقيقة التوصيات التي تخرج من الأحزاب هي غير ملزمة للأحزاب الأخرى، يعني ما يخرج من مقترح من الحزب سين أو صاد قد يكون ملزم للذي يتبنى، لكن على الأقل غير ملزم للذي حسن نية يطرق باتجاهه. لذلك كل الأحزاب السياسية نعم، لكن على الأقل أنها مبادرة حسن نية التي أعلنها سيد الصدر، ألا تؤكد ذلك جدية تلك الشروط؟ لا، مبادئ حسن النية في هذا الموضوع اكيد واضحه موجوده، لكن بالمقابل اعتقد يعني استراتيجيه فصائل المقاومه واضحه، سلاح المقاومه يعني معروف لدى الجميع، موجود لتحقيق غرضين. الغرض الاول هو اخراج القوات الامريكيه وكل القوى الاجنبيه المتحالفه مع الجانب الامريكي على الجغرافيا العراقيه، والغرض الثاني هو محاربه الارهاب الذي للاسف لحد هذه اللحظه الحكومه العراقيه عاجزه عن ردع مواطن الإرهاب في العراق. وأذكر الجميع، الجانب الأمريكي لطالما استهدف مواقع عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، مواقع على الأراضي السورية وفي بغداد وفي كربلاء وفي كثير من محافظات العراق. لذلك من الصعب جدا أن نتوقع فصائل المقاومة أن تبادر بتسليم سلاحها، والعراق يعيش في خضم أزمة أمنية، بل كل المنطقة الآن لا زالت تعاني من وجود تهديدات أمنية في المنطقة. لذلك من الصعب جدا أن نتوقع أن يكون هنالك مقبولية بعيدا عن حسن النوايا، وإن كان كتائب حزب الله يوم أمس بادرت إلى حقيقة الدفع بأحد تشكيلاتها إلى الحشد الشعبي، وهذا حقيقة يبدو أنه استجابة من قبل كتائب حزب الله إلى مبادرة السيد مقتدى الصدر. لكن بالمجمل أنا لا أتوقع أن يكون هنالك مقبولية وموافقة من قبل باقي فصائل المقاومة على التجاوب مع هذه المبادرة. طيب هذه الاستجابة هل تعتقد بأنها حقيقية نوعا ما من قبل السيد أبو علي العسكري؟ يعني هذا الموضوع اكيد مرهون بعد للقائد العام. المفترض الان تم ترحيل تشكيل معين من كتائب حزب الله الى تشكيل هيئه الحشد الشعبي، فبالتالي اكيد هنالك اجراءات اداريه، وبالتالي سوف يتضح ما اذا كان الموضوع لغرض المناوره ام هو اجراء حقيقي. انا اكرر، عموم فصائل المقاومة تستشعر أنه لا زال هنالك تهديد كبير يهدد الأمن العراقي، وأن الحكومة العراقية عاجزة عن ردع هذا التهديد على مستوى الدولة أو على مستوى الإرهاب. لذلك هي لا تعتقد أنه هنالك حقيقة إيجابية في تسليم سلاح فصائل المقاومة للحكومة العراقية. لكن هذا الحديث يعني ينافي ما طرح السيد علي، كيف تفسر الشروط التي وضعها السيد العسكري بتسليم سلاح سرايا السلام المنتمية للحشد الشعبي وحل البيشمركة؟ يعني واضح الكلام أنه جسور الثقة حقيقة غير موجودة ما بين فصائل المقاومة ويبدو التيار الصدري، وبالتالي التيار الصدري قام بمبادرة عقبت مبادرة إيجابية، لكن هذه المبادرة الإيجابية أيضا مشروطة. من المفترض أنه لدى سرايا السلام تشكيلات كبيرة جدا وتمتلك من الأسلحة المتوسطة والثقيلة بحسب كلام السيد أبو علي العسكري. لذلك إذا كان السيد الصدر جاد فعلا في حل هذه التشكيلات العسكرية، فمن المفترض أن يتم تسليم كل السلاح إلى الحكومة العراقية. إذن يبدو أنه لا، يعني لا توجد ثقة مطلقة من قبل الفصائل باتجاه التيار، أو بالعكس من قبل التيار باتجاه فصائل المقاومة. لكن في الواقع سرايا السلام كما تعلم
يعني جهة مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي وهي ثلاثة ألوية معروفة، والتيار الصدري يتحدث بأنها ملتزمة بقرارات رئاسة الحشد. يعني على أرض الواقع أعتقد هذا الموضوع حقيقة يتنافى، يعني لا وجود لحقيقة قرارات. أنا برأيي عموم، بالمناسبة عموم الأحزاب السياسية لديها تأثير على الفصائل داخل الحشد الشعبي، ومن ضمن هذه حقيقة الفصائل اللي الآن تخضع لأزالة لجهاتها السياسية أو لقياداتها السياسية هو سرايا السلام. الكل يعلم سرايا السلام تأتمر بأوامر السيد مقتدى الصدر أكثر من ائتمار حقيقة بالقائد العام للقوات المسلحة، وهذا ما يؤكد حقيقة عدم وجود ثقة ما بين الفصائل والتيار الصدري. لكن أتعتقد أن مطالبة أبو علي العسكري للسيد مقتدى الصدر بهكذا أمور ليس القصد منها إحراج السيد مقتدى الصدر؟ لا، وبعيدا عن الإحراج، من المفترض أنه إذا كانت فعلا هنالك نية لدمج كل الفصائل التي هي بعيدة عن سيطرة القائد العام للقوات المسلحة، فالمبادر هو الأولى حقيقة. وأنا أكرر وذكرت هذا الموضوع في معرض كلام أو في بداية كلامي، قلت المبادرة دائما هي ملزمة لصاحبها لكن غير ملزمة للآخرين. بالمقابل إذا كان هنالك فعلا حسن نية من الذي أطلق هذه المبادرة، فمن المفترض أن يكون الموضوع بشرطه وشروطه. لذلك جاء الرد من قبل أبو علي العسكري باتجاه سيد مقتدى أنه يجب أن يكون هذا الموضوع مبدئيا يبدأ من صاحب المبادرة، ويتم تسليم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة. إذن ما علاقة حتى نصل إلى مرحلة مجسور ثقة؟ نعم. إذن ما علاقة البشمركة بالفصائل حتى تحدث بها سيد أبو علي العسكري وتم المطالبة بحل هذه الفصائل؟ يعني تحليلا حقيقة وبعيدا عن موضوع المعلومات، تحليلا هذا الموضوع أنظر له بهكذا، أنه البيشمركة إذا جئنا حقيقة الآن بمصطلح الدستور العراقي هو حامل حدود الإقليم من التهديدات الخارجية، ومن المفترض هو تشكيل خاضع للقائد العام للقوات المسلحة. وإذا الآن لاحظنا الإقليم ينتهك من قبل القوات التركية، إذا انتفت الحاجة من وجود هذه القوات، يعني لم تؤدي الغرض المطلوب منها. ثم أنه القائد العام لا يستطيع أن يحرك أي جندي أو أي ضابط حقيقة من تشكيلات البيشمركة باتجاه أي محافظة من محافظات العراق، لذلك هذا الموضوع واضح أنه تشكيل غير رسمي وغير خاضع للحكومة العراقية، وبالتالي يجب أن ينطبق هذا الشرط على تشكيل البيشمركة، وإن كان بحسابات الدستور العراقي أنه هذا التشكيل هو تشكيل حكومي خاضع للقائد العام للقوات المسلحة، لكن على أرض الواقع هو لم يؤدي الغرض. وذكرت الموضوع أنه التهديدات التركية الآن، القوات التركية داخل العمق عمق إقليم كردستان، بل لديها قبل شهر أو أكثر عملية في منطقة بنجوين اللي تمتد إلى عمق 200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وهذا ما يبين عجز هذه القوات عن تأدية الغرض. لذلك يبدو أنه السيد أبو علي العسكري أو عموم فصائل المقاومة دائما تذكر هذا الغرض، يجب حل هذا التشكيل لأنه لم ينهض بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل الحكومة العراقية. طيب، من خلال هذه المطالبات هل تعتقد سيد علي قضية حل الفصائل ممكن أن تنتهي بمواجهة مع التيار الصدري؟ لا، هذا الموضوع حقيقة مستبعد. يعني موضوع الاقتتال الداخلي أو الاقتتال الشيعي، من الصعب جدا أن يتحقق هذا الموضوع حقيقة. الآن لدى القادة السياسيين حقيقة خبرة كبيرة ومتراكمة، وكلهم يدركون حقيقة حجم التحديات الخارجية. لم نصل إلى مرحلة الصدام أو المواجهة. نعم، هنالك فعلا فقدان ثقة ما بين الفصائل، لكن هذا الموضوع لا يرتقي إلى وجود صدام عسكري لا سامح الله ما بين هذه الفصائل على الجغرافيا العراقية. لذلك استبعد، يعني استبعاد كامل، أن يكون هذا الموضوع موجود، وإن كان الإعلام الأصفر يروج على أن هنالك اقتتال داخلي. هذا الموضوع من الصعب جدا، وأكرر وجود الحنكة السياسية، وجود الخبرة السياسية لدى قادة الكتل السياسية الشيعة، من الصعب جدا أن نتوقع أن يحصل هذا الموضوع. وأذكر جنابك أنه رغم
تجاوز الحكومة العراقية على المعتصمين، على جمهور قوى الإطار التنسيقي اللي بالغالب هي تعتبر جمهور مقاومة، لم نرى أي رد من قبل فصائل المقاومة على الحكومة العراقية، والغرض واضح هو تفويت الفرصة على المخطط الذي أراد أن يجر البلاد إلى ساحة اقتتال داخلي، وبالتالي من الصعب جدا أن نتوقع أن يكون هنالك اقتتال على الجغرافيا العراقية، اقتتال داخلي داخلي. من بغداد حدثنا بصوت وصورة سيد علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الثالثة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. شكرا لهذا الاستضافة.